jadi berhak. የብርሃን ዘውድ የቁርአን ውድድር ክብረ ስፖንሰሮች ኢትዮ ጠቢብ ሆስፒታል፣ ቮይስ ትሬዲንግ፣ አብሬት ኤልኢዲ ዲስፕሌይ፣ ዶክተር አሚር ልዩ የጥርስ ህክምና ክሊኒክ ናቸው። بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا ودنا يتكبراتشو تملكاتشاتشن انه አንደኛው ዙር የብርሃን ዘውድ የቁርአን ውድድራችን ኢማን እስላማዊ ማህበር ከሚንበር ቲቪ ጋር በጋራ በመሆን ወደናንተ የሚያደርሱላችሁ በአይነቱም በይዘቱም ለየት ያለ የቁርአን ውድድራችን እነሆ ጊዜውን ጠብቆ ጀምሯል። በባለፈው ፕሮግራማችን ስትከታተሉት እንደነበረው በሂፍዝም በነዘርም እጅግ የሚያስደንቁ ተወዳዳሪዎችን ከወላጆቻቸው ጋር ከዘመድ አዝማዶቻቸው ጋር ከጓደኛዎቻቸው ጋር እንዲሁም ደግሞ ከቂራት ባልደረቦቻቸው ጋር ሀገር አቋርጠው ከተማ አልፈው እንግዲህ ይሄን ፕሮግራም ይሄን ውድድር ለመካፈል ከጫፍ እስከ ጫፍ በመላው ኢትዮጵያ ማለት ይችላል ከአፋር ከሶማሌ ከኦሮሚያ ክልል ከወሎ ከአማራ ክልል ከደቡብ ክልል ከተለያዩ የክልል ከተሞች ከተማ መስተዳደሮች ነው ወደዚህ ፕሮግራም ሊሳተፉ የመጡት። እንደተመረከታችሁት እናንተም እጅግ ያማረ ፕሮግራም ነበር سنመረከት የነበረው። ዛሬም የተወዳዳሪዎችን አስተያየት የውድድሮቹን ሂደት እንዲሁም ደግሞ የዳኞችን ምልከታና አስተያየት ወደ እናንተ የምናቀርብ ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። እንግዲህ ይህ ፕሮግራም እንዲህ ባማረ መልኩ ወደ እናንተ እንዲደርስ አጋር የሆኑን ድርጅቶች አሉ። እጅግ አድርገና መሰግናለን። ኢትዮ ጠቢብ ሆስፒታል፣ አብሬት ኤልኢዲ፣ ዶክተር አሚር የጥርስ ህክምና፣ ኦይስ ትሬዲንግ እንዲሁም ደግሞ እኔንም ዳኞቻችንንም እንዲህ ባማረ መልኩ ያሳምረን አልቁድስ ጀለቢያ ነው። እጅግ አድርገና መሰግናለን። ከፕሮግራሙ ጋር መልካም ቆይታ። ሐረር ስሜ ጀማል መሐመድ ይባላለሁ። ከሐረር ነው የመጣሁት። ወድሩ መኖሩን እንደዚህ ኢንፎርሜሽን ጆራችን እዚህ ነበርና በዚህ ረመዳን ውስጥ ኢንሻአላህ ይቀርባል ተብለን እየጠበቅን ነበር በውጉት። አልሐምዱሊላህ ደሞ ኡስታዞች ጋር ስንደውል እንዳለ አረጋግተን ሲመጣት ቻን ማለት ነው። አልሐምዱሊላህ ወድር የፈለኩበት ዋናው ምክንያት አንደኛ ሙራጃዓን በስክል ለመቅራት ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ የሆነ ዓላማ ስላለኝ በዛ ዓላማ ኢንሻአላህ እንደ ድንገት አሸናፊ ሆንኩኝ እዛኔ ኢንሻአላህ በዛ ዓላማ ማሰላለፍ ምፈልጎ መልእክት ስላለ በዚያ ነገር ማሰላለፍ ማለት ነው። አላህ ፍቃድ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بك. الحمد لله. اسمك الكريم؟ عبد الله سليمان. عبد الله سليمان من؟ عبد الله سليمان جمال. المتسابق عبد الله. اقرأ من قول الحق سبحانه. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما لا قرآن يا هيوتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان نعم يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما نعم آخر محاولة يعرف المجرمون هذه جهنم التي فبأي آلاء ربكما تكذبان
هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت يطوفون بينها وبين حميم آن يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان أحسن أن تراجع هذه السورة أظن لأنها سهلة أنت ظننت أنها سهلة وكذا أنا ما راجعت انشغلت عنها أنا ما راجعت هذه السورة إيه بس لأن بعض طلع يظن أن هذه سورة سهلة ويتركونها وينشغلون ويركزون على سورة الأنعام سورة يونس أبشر حبيبي يا أنا هذا قرأت تسابق فؤاد أنا قرأت لكن ما حفظت ما ركزت عليك نعم لأنك فكرت أنها سهلة وكذا أليس كذلك؟ لكن فكرت سهل إنه الأصحاب أصبح صعب عليك إن شاء الله هذه هي سنة المسابقة أو سنة الامتحان نعم ربنا يعينك الله يوفقك إن شاء الله يا عندنا جزي عند جهينة سراج بطلع أتشر آية لا تشو سراج تنكع كيف هاي بفيت ما بدم بيجي ونبر هون مشغول كم بالا رقم يتفهم إن شاء الله درس عين تعال كم بالا يتفهم ميزو أنا يتفهم بني إن شاء الله صلاة الله تساسات كوتان دزينو ليلة وملاحظة دنقت النش رالي راء أحكام الراء ترقيق والتفخيم نعم بدن بتكرت ستاتنا أنت نارقات غنى لي ندزيه السنم أنت نارق جوا أنه نقر مراجعانه برتا إن شاء الله جزاك الله خير إن شاء الله الله قرآن يهيوتي اقرأ من قوله تعالى إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين وإن ربك ليحكم بينهم وهو العليم الحكيم أعد وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون قرآن يا من
وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى قرآن يهي وتبر السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اسمك الكريم؟ مسعود شيخ تمام. مسعود شيخ تمام شيخ من؟ شيخ محمود. أخ. نعم. أخو فؤاد. نعم. ما شاء الله. إذا بيته بيت القرآن يعني. ما شاء الله. من أي منطقة؟ معناه أنه كبير يعني. من جمة. من جمة؟ نعم. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم. كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وكل كانوا ظالمين كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين قرآن يهي وتبرهان قرآن يا من قريب برهان اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين